منذ سنوات طفولته الأولى جذبت انتباه نذير إسماعيل خيوط البسط الملونة في المشغل المجاور لمنزل عائلته في حي الميدان بدمشق، فكانت أول صورة تبني ذائقته الفنية وتحفز روح الإبداع الكامنة في أعماقه، والتي ما لبثت أن خطت خطوتها التالية منذ أن بدأ يتابع باهتمام أعمال الفنان الفطري أبي صبح التيناوي، ثم يلتحق بعد ذلك بمركز الفنون التطبيقية ليقدم بعد ذلك على الخطوة الأكثر جرأة بعرض تجاربه الأولى على الفنان المعلم فاتح المدرس. ذكر أنا صغير، يعني صغير بمعنى عمري بتصور شي شغلة 4 سنين أو هيك، خاله لأبي عنده كان ورشة بيساوي بسط، ورشة حياكة، ومكانه قريب من البيت، قريب من بيتنا، فكنت روح أخذ الخيطان الملونة، الصوف الملون هذا، وجيبهن اتفرج عليهم، حطهم بكاسات تبع الشاي، عبيها مي، حطهم اتفرج كيف عم يتحل اللون، يتلون المي. لا ما كان يعني ما كان في تقدير للقصة، إلا وقت بعدين صرت أكبر وصرت أهتم بالرسم أكثر. بس هاي من الصور اللي عالقة بذهني، كيف أخذ الخيطان الملونة هاي وحطها بالكاسات وشوف اللون كيف عم ينحل، كيف عم تتلون المي. هيك مجرد تداعيات إذا بدك، يعني أكيد ترك أثر، بمعنى أول شيء بيت جدي أبو أمي كان دكان أبو صبحي التيناوي جزء من البيت، يعني هي الدكان طالعة من البيت، فأنا كنت بس روح لبيت جدي وقف أتفرج على شغله. هلا أبو صبحي التيناوي الله يرحمه ببيع أدوات مطبخ، ببيع صحون وطناجر وكاسات وهيك، وجزء من محله الداخلي كان بيرسم فيه وبيرسم على الإزاز. يلفت نظري هذا الشخص شو عم يساوي، شو عم يرسم، وقف يعني أوقات طويلة من برا وأنا أتفرج هو شو عم يساوي. فهي كمان من الأشياء اللي لفتت نظري إذا بدك، وهو يخلص العمل تبعته ويحلقه مع الأغراض يلي هو ببيعها. فهو يعني هو كيف كان ينظر للقصة ما بعرف، بس يرسمها ويعلقها مع الأغراض، ويجوا سواح أحيانا يشتروا، كان بعشرين ليرة القطعة يعني يشتروا منه، فكان بالنسبة لي كيف بدي لك يعني مكافأة إني روح أتفرج على شخص عم يرسم، أو بجوز أحد الأشياء اللي حببتني بالرسم بطريقة من الطرق. يعني كان يرسم قصص شعبية، ينصر عنتر وعبلة والزير سالم. 65 أنا شاب صغير، بروح على المعارض بتفرج شو كان في معارض دائما، وشغل شفت شغل فاتح المدرس حبيته وصرت بعرف مين هو. لمرة خطر على بالي انه روح على القهوة اللي بيقعد فيها، كان في قهوة بيقعدوا فيها الفنانين، واروح لعنده. رحت لعنده
كان يوم جمعة. قلت له أنا فلان، أنا برسوم وبدي إياك تشوف شغلي. قال لي إيه تكرم أي وقت. يعني اتفقنا للأسبوع الثاني. الأسبوع الثاني جيت أخذته ورحنا على البيت. بهداك الوقت كان بيتنا بباب السجن، وفرجيت فاتح الشيء اللي عم ساوي، فرج بتمعن الحياة وقال لي عندك ورقة. قلت له أعطيته ورقة كتب لي فيها خطة عمل، أنه لازم تساوي كذا وكذا 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 وكذا. من ضمن الأشياء يلي اقترحها نروح أتعلم بمركز الفنون. رحت على مركز الفنون التطبيقية، سجلت طباعة قماش ورسم وداومت فترة. بعدين رحت على مركز الفنون التشكيلية يلي هلأ اسمه أدهم إسماعيل، وسجلت فيه بنفس الفترة 66-65 تقريبا. فهي الحقيقة هي نصيحة كانت من فاتح، ونصحني بهذاك الوقت إنه في جمعية لفنانين شباب لازم تروح تشوفهم وتعرف عليهم يلي هي جمعية أصدقاء الفن. ورحت كمان، رحت لندن وتعرفت عليهم وتعرفوا على شغلي. إذا بدك بديت بالعرض، مو محون بديت قبل فترة، بس استمريت بالعرض معهم لهلا. يعني استمرت هاي العلاقة بالجمعية من 66 لهلا. المجرية قائمة وموجودة، صار لفترة بس نشاطها خفيف، بس هي قائمة. الجمعية الحقيقة أسسوها شباب كانوا خلصوا هلأ بوقتها من مركز فنون تشكيلية، من مركز أدهم إسماعيل، وما كان في لسه نقابة، ما كان في لسه تجمعات فنية. وهي إذا بدك الحقيقة الجمعية الفنية الوحيدة يلي بعدها مستمرة، مؤسسة ب 63 وهي الوحيدة يلي بعدها مستمرة لهلا. هي كنا ننظم مثلا رحلات، نطلع نرسم بالطبيعة، نجيب أحيانا موديل على الجمعية ونرسم موديل أو نرسم مواضيع مختلفة. أنا كشخص يعني فيني أقول إني أكثر من 10 سنوات وأنا كنت ما عندي مرسام، كانت هي مرسمي. كنت خلص شغلي أبدأ من الساعة 2 لساعة 12 بالليل وأنا أشتغل. وكان مرسمي، كان الحقيقة مرسمي مرسم غيري، بس كان هي مكان، توفرت مكان، توفرت خدمات صغيرة، نقاش حوار مع الفنانين. وإذا بدك يعني بداية تأسيس نقابة الفنون الجميلة كان يترددوا فنانين، مو بس فنانين هواة، يعني فنانين كان يجي نزير نبعة، كان يجي فنانين معروفين يتناقشوا نحكي. فكان نقطة حوار ونقطة تعليم إذا بدك. أنا بعتقد أنه خدمت كل الناس اللي كانوا فيها. بدأ اهتمامي بهذا الموضوع يلي هو الاعتناء
بالأشياء اللي إلها تاريخ، اللي إلها حياة، من فكرة. مرة كان بيتي بالميدان، كنت رايح على البيت، كان في بيت قديم عم بيهدموا لا يعملوا بناية محله، وقت تفرج البيت كان عمره شي 200 سنة تقريبا، وكان عم يتحضر لتعمر له بناية. وقت اتساءل انه يا ترى هي الأرض يلي هلأ متغطيها الشمس تبع البيت، يلي صار محجوبة عنا الشمس 200 سنة، يا ترى ايمتى ممكن يغطيها الشمس مرة تانية؟ طيب هلأ معناتها في دورة حياة للأشياء، مثل ما في دورة حياة لكل شيء. بلشت أفكر بالموضوع من هون، من هالزاوية، صرت أهتم بالأشياء المتروكة، و بالزمن اللي مرق عليها، ومين استخدمها وليش استخدمها. لمرة محافظة دمشق، المحافظ بوقتها أعطى بيت إسباعي لمجموعة فنانين، وأنا كنت واحد منهم، على أساس نعملوا مراسم. عملوا مراسم، أعطوا كل مين غرفة يشتغل باللي بده. هلا هذا البيت إسباعي هو بيت عمره حوالي 250 سنة. بلشت شو أثر الطبيعة والإنسان على المواد، على الأرضيات على الأقل يلي موجودة بالبيت، على لدرجة إني سويت ماسك لأجزاء كبيرة من الأرضية تبع بيت سباعي. وأحيانا أنا بشتغل على جريدة لحملها جزء من ثقافة المجتمع اللي أنا عايش فيه، من أفكاره، من هي صارت لا هي أثر بالأخير، صارت أثر. تاني نهار هي أثر، مثل ما في أشياء عمرها مئات السنين آلاف السنين هي أثر للحياة اللي كانت قبل. أنا بشوف الموضوع من هون، واهتميت فيه، وعرضت الحقيقة مجموعة أعمال من شيء أكثر من 6 سنوات في جاليري هون بالمنطقة، هي لسامر قزح، وعملت جناح، يعني عملت معرض، وجزء من هذا المعرض كان أعمال مشغولة بهالطريقة. كانت ملاحظات الفنان المعلم فاتح المدرس نقطة انطلاق مفصلية في تجربة نذير إسماعيل، فقد قدمت له ما يشبه المنهاج التدريسي، وساعدته على إطلاق موهبته في مجالات التجريب الرحبة، سواء على مستوى بناء اللوحة أو على مستوى البحث التقني الذي شمل استخدام مواد مهملة للحصول على تأثيراتها البصرية الخاصة. وقد ساهم هذا في منح تجربته هوية مميزة وقدرة كبيرة على التعبير، ساهم في تكريسها ما تميز به من حيوية في البحث والعمل والتجريب والاطلاع على كل ما له شأن بالفن وبالثقافة عموما. تاريخ الفن بيقول التالي، بيقول تاريخ الفن انه كان كل فنان بيصنع المواد يلي هو بيستخدمها، ومع تضخم أعداد الفنانين صار في شركات بتساوي هاي المواد، بس أنا بلاقي متعة كبيرة بإني أنا ساويها،
لأنه أنا يوم ساوية فأنا بعرف على الضبط شو بدي. أنا بساوي ما تواخذيني، أنا بساوي الألوان اللي بشتغل فيها، بساوي الرياشة اللي بشتغل فيها، أحياناً بساوي الورق اللي برسم عليه. هذا بيعطي شغلي نكهة خاصة، نكهة فلان وثقافة فلان، وهذا الشيء بيهمني. وأنا بعتقد أنه هلا مو في فنانين ما بيعملوا هيك، بيشتغلوا. هلا مع الأسف أنه ببلادنا ما في مواد تبع الفنانين، بمعنى هي غالية كثير إذا بدنا نقول هذا الحكي. والمواد والشركات اللي بتجي على السوق بتجيب مواد للطلاب، بجيب مواد لطلاب الفنون، ما بجيب مواد لفنانين. لأنه أنا يعني يوم بجيب مواد لفنانين ما في إلا تشتريها، في عدد كثير محدود اللي بده يشتريها. لا، أنا بفضل ساوي المواد اللي أنا بدي أشتغل فيها، بعرف من شو مساوية، بعرف من شو بتتأكسد، بعرف مع مين شلون بتتأكسد، بعرف المواد اللي بتشتغل معها بعضها ولا ما بتشتغل مع بعضها. لا، أنا بفضل أنا أساوي المواد اللي بشتغل فيها. واحدة من الجوائز اللي انبسطت إنه أنا كنت لي حضور فيها هي معرض كان بيصير ببرلين اسمه أنترغرافيك. أنترغرافيك معرض بيصير كل 3 سنوات لفنانين من كل دول العالم بيشاركوا بهذا المعرض، وبيعطي المعرض 10 جوائز لفنانين تحت 35، وبيعطي 10 جوائز أو هيك بعرف لفنانين فوق 35 وبيشارك فيه فنانين من كل دول العالم. يعني واحدة من الدورات أنا شاركت فيه أكثر من دورة، واحدة من الدورات كان مشارك 1600 فنان من دول مختلفة من العالم. كان عملي محطوط على الإعلان الرئيسي تبع المعرض، مو بس عملي لحالي، أعمل مجموعة فنانين مختارينهم هن. ووقتها أعطوا جائزة لسوريا، فهذا من الشيء يعني الجوائز اللي بنبسط عليها. أحكي شغلة طريفة، مرة بالشارقة كان أعطوني جائزة، جائزة ثالثة أو هيك، فأجى التلفزيون بالشارقة بيقول لي إنه مبروك مدري شو على الجائزة، فقلت له شكراً للجنة التحكيم. بجود لجنة التحكيم وافق مزاجها شغلي، أعطوني جائزة، بس لو اجت لجنة التحكيم ثانية بكرة بتعطي لواحد ثاني. يعني الجوائز، قصدي بقول الجوائز بالأخير لا بتقدم ولا بتأخر الحقيقة. هي إشارة بجوز إنه يعطيك العافية، بس هي بالأخير ما هي هذا الشيء اللي بينبنى عليه إذا بدك. أنا بشوفها هيك. ممكن غير بكرة لجنة التحكيم تعطي لها واحد ثاني، وهذا حقها وهذا شيء طبيعي. بالصدفة ممكن توافق ثقافتي، الشيء اللي عملته سامدري شو، أو لجنة تحكيم معينة وعجبها شغلي. يعني أنا بشوف القصة هون بداية التجربة بيتأثر بكثيرين فنانين، شوي 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 بيحاول يكنس الأشياء يلي مؤله. إذا كان متابع و بحاول يطور شغله، بحاول يطور حاله، شوي 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 بلش يختزل ويقيم تهر الأشياء يلي مو له. يعني أنا مثلا بحب شغل بروغل، بحب شغل بيكاسو، بحب شغل مونش، بس بالأخير هني شو علاقتهم بشغلي؟ ما في علاقة بشغلي. يعني بحب شغلهم، ايه بحب شغله، بحب شغل فاتح، بحب شغل حماد، بحب شغل غياث أخرس، بس يا ترى قديش هني لهم علاقة بشغلي؟ ما بشوف في علاقة.
يعني تعجبني ثقافتهم، تعجبني طريقة تفكيرهم. كاتجاه هو أنا شغلي أقرب للتعبيرية الحقيقة، يعني فيني أقول إنه أنا فنان مو فنان تعبيري، ما عاد في هي التعابير، يعني ما عاد في هي الاصطلاحات يلي هي نت، في كل شيء، يعني بس إذا بدي أقول عن شغلي أنا بقول أنا شغلي أقرب للتعبيرية، مو تجريد، لا مو يعني تجريد معناتها عم أقول إنه أنا مهتم يا أما باللون فقط أو بالأشكال اللي ما لها أساس واقعي، إذا أنا ما عندي هيك، لا أنا أقرب للتعبيرية. أنا بحب أقرأ، مثلا أنا بحب زكريا تامر، أنا كان مكتبتي كانت كثير كبيرة، أنا بحب الشعر، بقرا شعر، بحب أدونيس مثلا، بقرا أدونيس، بقرا مغوط، بقرا شوي 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 صارت مكتبتي فيها قليل من الشعر إذا بدي، ومكتبة اختصاصية أكثر، يعني شيء له علاقة بالفن، شيء له علاقة بالثقافة الفنية أكثر. فعملياً أنا بشوف حالي بشيء اختصاصي أكثر، يعني دور على الكتب يلي فيها شيء عن تاريخ الفن، يلي فيها توصيف لمكان معين، يلي فيها توصيف ل الله يرحمه سعيد حورانية، واحد من الكتاب السوريين اللي كتبوا عن نفس الناس اللي أنا رسمت عنهم إذا بدك، أنا بشوف القصة هون. الله يرحمه سعيد، كان هو مدير مركز ثقافي السوفيتي بوقتها العربي، هو كان يعني المدير العربي للمركز الثقافي السوفيتي، ونظم لي أكثر من معرض بالمركز، وكان بيحب تجربتي بس انا يعني انا اذا بدي اقول انه انا مشترك انا وياه بشيء، انا مشترك انا وياه بالارضيه الفكريه الحقيقه، بالارضيه بالوعي الطبقي نسبيا اللي فانا بشوف اقرا انا اقرب له ايه مضبوط بطريقه من طرق صحيح. مرة بدي ساوي بحث عن دمشق، أنا ابن المدينة ودائما بتنطرح الأعمال الفنية يلي انشغلت حول دمشق أكثر هو شيء سياحي. أول شيء حاولت أقرأ كل شيء حول المدينة، يعني الشعر يلي انكتب عنها، جغرافيا اللي يعني كتب لها علاقة بالجغرافيا بالتاريخ فعملت أرضية بحث إذا بدي حول المدينة، وكمية كتير كبيرة من الكتب. بعدين أخذت فوتوغراف للمدينة وبنيت شغلي على الفوتوغراف، بالأخير سويت حوالي 30 عمل، هذا الحكي 96 يمكن، هذا حكي فيه هذا شغل سنة ونص تقريبا، وقررت أطبع هذا الشغل بالشاشة الحريرية. هلأ بالشاشة الحريرية يعني بدي أطبعها بشو، رجعت لقصة إنه المدينة هي معمرة
من تراب وخشب. هاي دمشق. رح جت تراب من منطقة جنوب شهبة اسمها تل المسيح، لأنه سموه تل المسيح لأنه التراب أحمر أكثر أو هيك. فجبت هذا التراب غسلته ونظفته مدري شو، لحولته للون طبعت فيه لوحاتي. لا أنا عم نحكي شو بتقرأ. فرجعت أنا أقول شو بقرأ، بقرأ لساوي بحث حول شيء محدد يلي مثلا جزء مثلا المدينة. فأنا قريت كل شيء تقريبا قدرت أصله عن تاريخ المدينة، عن الناس اللي سكنوها، عن الأشخاص المهمين اللي طلعوا منها، عن العمارة اللي فيها، عن الجغرافيا اللي فيها. لا قدرت بالأخير شوف المدينة مثل ما أنا بديها. علاقتي بالمكان انك مكان تحبيه، هي اول شغله، لا انك تجي كل يوم. شيء ثاني انا بشعر يوم غير المكان بتغير كل المحيط يلي انت بتشوفه. فبالاخير بيجي اشياء اضافيه لشغلك، بتشوف اشياء جديده. لذلك كنت بساوي دائما بروح لمعلوله مثلا، بستاجر غرفه بالدير، بقعد 20 يوم 15 يوم، بشتغل اللي بدي اياه. وين ما رحت، وين ما سافرت، وين ما قدرت روح، فانا باخذ اغراضي معي دائما وبرسم وين ما بروح. لا تغيير المكان هو تغيير علاقات وإضاءة وكل شيء، فهو مفيد لتجربة الحياة. حلمي أنا صغير أني أرسم. هلأ قديش هذا حقق لي أشياء كبيرة، حقق لي كثير أشياء. أنا بقول شغلة دائما أنه كثير بيكون سعيد الإنسان إذا بيساوي مهنة بيحبها، وبساوي مهنة ما حدا بده منه شيء ولا هو بده من حدا شيء، فهي عنده حريته. هي أهم شيء. أنا بقول إنه عشت هذا العمر بحريتي، وساويت اللي بدي إياه بحريتي، وهذا أهم شيء. هاي الحياة، هذا أهم شيء، إنك تساوي شيء اللي أنت بتحبه بدون أي تدخل تاني. بالعكس أنا بشعر أنه حققت على الأقل إنسانيتي بالطريقة اللي أنا حبيت بحبه. بصرف النظر عن العنوان الذي يمكن وضع أعمال نذير إسماعيل تحته، سواء كانت تعبيرية أو غيرها، فإن لوحة نذير إسماعيل تنتمي إليه شخصياً أكثر من انتمائها إلى أي مدرسة أو اتجاه أو أسلوب. وهذه بعض الأسباب التي منحت تجربته تلك الخصوصية المحببة، والتي جعلت أعماله دائمة الحضور في المعارض السورية، دائمة القدرة على جذب الانتباه وإثارة الإعجاب.